وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة في إطار الاستعدادات اللازمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزيد في سياق التقرير التالي. تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية. الحقيقة بنشهد طفرة يعني الحقيقة حقوقية جديدة ومحطة جديدة من الأشخاص ذوي الإعاقة والحقوق المكتسبة ليهم، الحقوق الانتخابية وحقوق التصويت. البروتوكول بيمثل إن شاء الله أحد الأدوار اللي المفروض الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بيها بشأن مساعدة ذوي الهمم، وبإذن الله لازم يعرفوا أنه لهم حقوق تصويتية ودستورية يقوموا بيها إن شاء الله على أكمل وجه. أصحاب الهمم هم أصحاب حقوق دستورية، فتعمل الجهات الثلاثة على مساعدة أصحاب الهمم في الوصول إلى تلك الحقوق. أنا برحب النهارده بالتعاون الثلاثي بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. احنا النهارده بنهتم جدا بالتمكين السياسي والحق السياسي، فالحقيقة أنا سعيدة جدا إن احنا هذا البروتوكول سوف يعمل على هذا التمكين في من خلال الفترة القادمة في الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وغرفة العمليات اللي هتقوم بيها في المجلس، وأكيد بمتابعة عملية الانتخابات بإذن الله. إحنا في ثلاثتنا بنوقع بروتوكول شايفينه مهمتنا الأساسية ومسؤولياتنا الأساسية كجهات حكومية تدعم العملية الانتخابية بكل قوة وكفاءة وشفافية، عشان نقدر نوسع أكبر قدر ممكن من القاعدة الانتخابية. حق التصويت وحق الانتخاب مكفول للجميع بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز ضدهم، وهذا ما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري 2014 اللي بينص بالحقوق السياسية وممارسة الحياة العامة للسادة ذوي الإعاقة. تسعى الوزارة إلى إرساء دعائم المساواة، فانتهى اللقاء بالعديد من التوصيات، منها العمل على تثقيف المواطنين بأهمية إجراء العملية الانتخابية. عزيز داود، ميسات.